هل فقدت بطاقة البيزيرة او ضاعت منك ولا تعرف اين هي هل تخاف على اموالك داخل البطاقة فاليوم سوف نرى طريقة حظر البطاقة لمدة مؤقتة الى حين تجد البطاقة او تقوم بطلب بطاقة اخرى وايضا تقوم بتفريغ البطاقة تابع معي الشرح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكملة لسلسلة شروحات حساب البايزيرا في هذا الشرح سوف نرى طريقة حضر البطاقة أو تنبيه بنك البايزيرا بأنك بطاقة البايزيرا لقد ضاعت منك ولا تعرف أين هي أول شيء يجب أن تقوم به وهو تقوم بسحب الأموال إذا كان موجودة في البطاقة كيف ذلك؟ حساب البايزيرا يتكون من محفظتين المحفظة الأولى يكون فيها الأموال البنكية الخاصة بك في البنك الحساب الثاني يكون به الأموال الموجودة في البطاقة يعني مثلا أنت قمت بإنشاء حساب البايزيرا وقمت بطلب بطاقة البايزيرا الأموال في أول مرة يتم إرسالها إلى الحساب البنكي بعدما تصلك البطاقة وتريد أن تقوم بعملية شراء من الأنترنت باستعمال هذه البطاقة تقوم بتحويل الأموال من الحساب البنكي إلى البطاقة ففي هذه الحالة ستكون البطاقة مشحونة بأموال يمكن أن لأي شخص أن يقوم بسحب هذه الأموال من الصراف الآلي إذا كان لديه المعلومات السرية بالمختصر المفيد أول ما يجب أن تقوم به إذا كان لديك أموال في البطاقة تقوم بإعادة تفريغها للحساب البنكي الطريقة جد سهلة من قائمة الترانسفر تضغط على Between Own Account تظهر لك الواجهة التالية في الأول سوف تختار البطاقة From Account تختار من الخيار الأول البطاقة الخيار الثاني تو ذا اكونت تختار الحساب البنكي يعني تقوم بارسال الاموال من البطاقه الى الحساب البنكي اموند الكميه التي تريد ارسالها من هذا الحساب يعني انا اريد مثلا تفريغ كل البطاقه وهو موجود في حسابي 81 اورو اقوم بكتابه 81 اورو في الايديت وتحتها مباشره يمكنك ان تكتب اي رساله لا يهم وتقوم بتفعيل الخيار هذا الذي موجود في الاسفل وبعدها تضغط على Continue Payment، بعدها سوف يطلب منك التأكيد أو التأكد من المعلومات التي أدخلتها وسوف تضغط على Confirm وبالتالي يتم تفريغ البطاقة، هذه أول نقطة، ثاني نقطة يجب أن تقوم بتوقيف هذه البطاقة لكي لا يستعملها أي شخص لاستخراج الأموال من الصراف الآلي. فأول شيء ندخل على الحساب وبعدها نضغط على بايزيرا في من بعدها اذا كانت لديك اكثر من بطاقه لان الحساب البيزيرا كما ذكرنا سابقا بانه يمكنك ان تقوم بفتح خمس بطاقات لك الحق في الحساب الواحد بخمس بطاقات للعائله كل واحد كل بطاقه باسم اذا سوف تختار البطاقه التي ضاعت منك تضغط على بلوك من هنا على هذه الايقونه الحمراء لكي نقوم بتوقيف البطاقه بصفه نهائيه او بصفه مؤقته فيظهر لديك خيارين الخيار الأول temporary card blockage هذا الخيار هو خاص بحظر البطاقة بصفة مؤقتة فقط إلى حين حل المشكلة على سبيل المثال تضغط على بلوك تمبراي إخواني لا تضغط على هذه الخيارات إذا كان لم تواجهك أي مشاكل في البطاقة وبطاقتك سليمة وموجودة لديك فهذا الشرح غير مخصص لك تحذير أعيد وأكرر بأن هذا الشرح مخصص لإخوان الذين فقدوا بطاقة البيزيرا ضاعت منها أو سرقت محفظتها أو أي شيء من هذا القبيل إذا قلنا بأن أول خيار هو temporary بلوكاج هذا الخيار قلنا بانه لديك الحق في توقيف البطاقه لمده مؤقته لا يمكن استعمالها اي شخص اخر في حال اذا لم ترفع الحظر على هذه البطاقه لمده سته اشهر سيقوم البنك اوتوماتيكيا بغلق البطاقه نهائيا يعني لن تتمكن من استعمال استعمالها بعد سته اشهر لذلك يجب ان تقوم بالبحث عن البطاقه في مده سته اشهر اذا كان سرقت منك بعدها سوف يتم حظر البطاقة نهائيا الحالة الثانية وهي الحظر النهائي مباشرة بمعنى أنه تريد حظر البطاقة نهائيا على سبيل المثال إذا كان البطاقة الخاصة بك سرقت منك وأنت متأكد أنها لن تعود فيمكنك أن تقوم بإلغاء هذه البطاقة نهائيا فحظر هذه البطاقة يكلفك 5 أورو من حسابك في البايزيرا فإذا كنت تريد غلق البطاقة وحضرها نهائيا تضغط على بلوك بيرمننتلي من هنا فيتم خصم مباشرة 5 أورو ويتم حضر بطاقتك بصفة نهائية إذا كانت هذه الطريقتين الموجودتين لحماية الحساب بعدما تفقد بطاقتك إلى هنا إخواني نكون قد انتهينا من هذا الشرح يوجد شروحات أخرى خاصة بالبايزر يمكنك متابعتها على القناة إذا كانت لديكم أسئلة أو اقتراحات يمكنكم مراسلتنا بها عن طريق نظام التعليقات أو على صفحتنا في الفيسبوك وإذا أعجبك هذا الفيديو قم بمشاركته مع أصدقائك وإذا لم يعجبك أيضا شاركه مع أصدقائك تستفيدوا منه احدهم الى ذلك الحين اشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause>